أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في خدمة دروس. اليوم لدينا درس سهل بعنوان ترتيب الأعمال اليومية لمادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي، فهيا بنا نتعلم سوياً ترتيب الأعمال بحسب وقت حدوثها. والآن أعزائي الطلاب، هيا بنا إلى النشاط التالي: أقوم بأعمالي اليومية بحسب الوقت المناسب صباحاً أو ظهراً أو مساءً. الآن يا أبطال، لدي هذا الولد يقوم بأعمال يومية في هذه الصور. ففي هذه الصورة يقول هذا الولد: أقوم بتناول الإفطار. إذن الإفطار يا أبطال من الأعمال اليومية، فمتى نقوم بهذا العمل؟ هل نقوم به في الصباح؟ أم في الظهر؟ أم في المساء؟ أحسنتم، نقوم بتناول الإفطار صباحاً. إذن تناول الإفطار من الأعمال التي نقوم بها صباحاً. كذلك يقوم الولد في هذه الصورة بماذا؟ أحسنتم، يتكلم هذا الولد ويقول: أقوم بحل الواجبات. ما هو الوقت الذي يقوم به في حل الواجبات؟ أحسنتم، يقوم به ظهراً. إذن يا أبطال، يقوم هذا الولد بحل الواجبات في فترة الظهر. أحسنتم، نأتي للصورة الثالثة. يقول الولد: أقوم بتنظيف الأسنان متى يا أبطال؟ أحسنتم، يقوم بتنظيف الأسنان في فترة المساء. إذن أعزائي الطلاب، هناك أعمال يومية نقوم بها في فترة الصباح، وأعمال يومية تليها في فترة الظهر، وكذلك أعمال يومية تليها في فترة المساء. من الأعمال التي نقوم بها في فترة الصباح تناول الإفطار، الذهاب للمدرسة وغيرها. ومن الأعمال التي نقوم بها في فترة الظهر نقوم بحل الواجبات أو العودة من المدرسة أو تناول وجبة الغداء. وكذلك من الأعمال التي نقوم بها في المساء نقوم بتنظيف الأسنان أو ترتيب الفراش أو قراءة قصة أو غيرها من الأعمال التي تكون في فترة المساء. إذن يا أبطال، جميع هذه الأعمال تكون في يوم واحد. الآن نأتي يا أبطال لبعض الأعمال اليومية التي قد نقوم بها خلال الأسبوع. إذن يقول هذا المثال: أقوم بأعمالي اليومية بحسب الوقت المناسب اليوم أو الأمس أو غدا. فمثلا يا أبطال، نلاحظ هنا جدول النشاطات. في يوم السبت نكون في المنزل مثلا، يوم الأحد نقوم ببعض الأعمال على الحاسوب، يوم الاثنين نقوم بقراءة قصة مثلا، يوم الثلاثاء نقوم بالسباحة، يوم الأربعاء نقوم بلعب كرة القدم، يوم الخميس نقوم بالرسم، ويوم الجمعة نكون في المنزل. فمثلا يا أبطال، لو تكلم أحد الطلاب وقال: اليوم الاثنين أقرأ قصة بالمكتبة. مثلا يا أبطال، لو كان اليوم الاثنين، أمس الأحد زرت معمل الحاسب. إذن اليوم يا أبطال مثلا الاثنين أقرأ قصة، بالأمس أين كنت؟ كنت في معمل الحاسب. إذن اليوم في المكتبة والأمس كنت في معمل الحاسب. وغدا أستمتع بالسباحة. ممتاز يا أبطال، إذن غدا يوم الثلاثاء أستمتع بالسباحة. إذن أعزائي الطلاب، إذا كان مثلا اليوم الاثنين فأنا أقرأ قصة، ويوم أمس أين كنت؟ في معمل الحاسوب. وغدا ما هو العمل الذي سأقوم به؟ السباحة. أحسنتم، لو مثلا يا أبطال اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء ما هو العمل الذي سأقوم به؟ أحسنتم، لعب كرة القدم. أين كنت بالأمس؟ كنت في المسبح. أحسنتم، وأين سأكون غدا؟ سأقوم بالرسم. أحسنتم يا أبطال. نأتي للمثال الأول.
أرسم نشاطاً يمكن أن أقوم به في كل من الأوقات التالية: صباحاً، ظهراً، مساءً. هيا يا أبطال، من يذكر لي بعض الأعمال اليومية التي نقوم بها في فترة الصباح؟ أحسنتم، تناول الإفطار. عمل آخر. أحسنتم، الذهاب إلى المدرسة. أحسنتم يا أبطال. نأتي لبعض الأعمال التي نقوم بها في فترة الظهر. أبطال، نقوم بحل الواجبات، وكذلك قد نقوم بتناول الغداء. أحسنتم. من يعطيني بعض الأعمال التي يقوم بها في فترة المساء؟ أحسنتم، نقوم بتنظيف الأسنان، أو كذلك نقوم بقراءة قصة وغيرها من الأعمال التي نقوم بها في المساء. نأتي للتدريب الأول. انظر إلى جدول النشاطات وأحوط اليوم الذي يتم فيه النشاط. الآن يا أبطال، ما هو العمل الذي أقوم به؟ لعب كرة القدم. لعب كرة القدم من خلال جدول النشاطات، في أي يوم أقوم بهذا العمل؟ أحسنتم، أقوم به في يوم الأربعاء. إذن نحوط على يوم الأربعاء. أبطال، نأتي للتدريب الثاني. انظر إلى جدول النشاطات وأحوط اليوم الذي يتم فيه النشاط. الآن النشاط لدينا هو استخدام الحاسوب، فما هو اليوم الذي أقوم به باستخدام الحاسوب من خلال جدول النشاطات؟ أحسنتم، هو يوم الأحد. إذن نحوط على يوم الأحد. أحسنتم يا أبطال. نأتي للمثال الثاني. أكتب 1 أو 2 أو 3 لأرتب الأعمال التالية بحسب حدوثها. الآن يا أبطال، لدي الآن صورة مزهرية، ولدي أيضا صورة ولد يقوم بزراعة البذور في التربة، ولدي أيضا في هذه الصورة مجموعة من الأزهار تنبت من هذه التربة. الآن يا أبطال، كيف يكون ترتيب هذا العمل وهو زراعة الورد؟ أحسنتم، أول عمل نقوم به هو زراعة البذور في التربة. إذن نضع هنا رقم 1. الآن بعدما نقوم بزراعة البذور في التربة، ماذا يحدث لها؟ أحسنتم، تنبت الأزهار، تنبت الأزهار في التربة. إذن هذه الصورة رقم 2. أحسنتم يا أبطال. بعدها يتم قطف الأزهار ووضعها في المزهرية. أحسنتم، إذن نضع هنا رقم 3. إذن العمل الأول نقوم بوضع البذور في التربة، بعدها تنبت هذه الأزهار في التربة، والعمل الأخير نقطف هذه الأزهار ونضعها في المزهرية. أحسنتم. نأتي للتدريب الثالث. انظر إلى جدول النشاطات وأحوط اليوم الذي يتم فيه النشاط. الآن النشاط لدينا هو البقاء في المنزل. ما هو اليوم الذي نكون فيه في المنزل؟ هل هو يوم السبت أو يوم الأحد؟ أحسنتم، يوم السبت. نأتي للتدريب الثالث. انظر إلى جدول النشاطات وأحوط اليوم الذي يتم فيه النشاط. الآن لدينا النشاط هو قراءة قصة. أحسنتم، متى نقوم بهذا العمل في جدول النشاطات؟ يوم الاثنين. أحسنتم يا أبطال، إذن نحوط على يوم الاثنين. والآن نأتي إلى سؤال التقويم الأول. ألون اليوم بالأحمر، ويوم أمس بالأصفر، ويوم غد بالأزرق. لو افترضنا أعزائي الطلاب أن اليوم هو الثلاثاء، أن اليوم هو الثلاثاء، إذن أقوم بتلوين اليوم باللون ماذا؟ باللون الأحمر. أحسنتم، ويوم أمس بالأصفر. اليوم الثلاثاء، ما هو يوم أمس؟ أبطال، يوم أمس هو يوم الاثنين، إذن أقوم بتلوينه باللون الأصفر. أحسنتم يا أبطال. حسناً، ما هو يوم غد؟ ممتازين، يوم غد هو يوم الأربعاء، وأقوم بتلوينه باللون الأزرق. نأتي لسؤال التقويم الثاني.
اكتب التوقيت المناسب للأعمال اليومية صباحاً أو ظهراً أو مساءً. العمل الأول، تذهب فاطمة إلى النوم. متى تذهب فاطمة إلى النوم؟ هل في فترة الصباح أو الظهر أو المساء؟ أحسنتم يا أبطال، في فترة المساء. نأتي للعمل الثاني، يرجع عادل من المدرسة. متى يرجع عادل المدرسة؟ هل هو في فترة الصباح أو فترة الظهر أو فترة المساء؟ أحسنتم، في فترة الظهر، ممتازين. وبهذا أعزائي الطلاب نكون تعلمنا اليوم ترتيب الأعمال بحسب وقت حدوثها. فترتيب الأعمال اليومية بحسب وقوعها يكون خلال الأسبوع ويكون خلال اليوم. يكون خلال الأسبوع يا أبطال، بحيث يكون اليوم أو يوم الأمس أو يوم غد. ويكون ترتيب الأعمال في خلال اليوم قد يكون في فترة الصباح، وقد يكون في فترة الظهر، وقد يكون في فترة المساء. أحسنتم، ومن الأعمال التي قمنا بها في فترة الأسبوع ما ذكرناه في جدول النشاطات، ومن الأعمال أيضا ما ذكرناه في فترة اليوم هي الأعمال اليومية التي نقوم بها في فترة الصباح مثل تناول الإفطار، أو في فترة الظهر مثل حل الواجبات، أو في فترة المساء مثل تنظيف الأسنان. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.